السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ ان شاء الله النهاردة هناخد الدرس التاني في تحليل المقدار الثلاثي على صورة ألف س تربيع زائد ب س زائد ج، او لما يكون معامل س تربيع لا يساوي واحد. يعني ايه معامل س تربيع لا يساوي واحد يا مس؟ لو عندي هنا مقدار ثلاثي اهوت، لو قال لي 2 س تربيع ناقص 13 س زائد 15 هحللها ازاي؟ بص كده معايا، لما كنا بنقول دلوقتي ان انا عندي المعامل واحد، كنت بقول قوسين زي بعض س وس، واخد اخر عدد اللي هو الحد الثالث ده واحلله عن طريق حاصل ضرب عاملين او عاملين او عددين. ولما كنت بلاقي هنا زائد كنت بحط الاشارتين زي بعض بالظبط، اللي هو مجموعهم بيساوي الحد الاوسط. طب لو كان ناقص يا مس يبقى الفرق بينهم هو الحد الايه؟ الاوسط. طب هنا يا مس انا عندي مقدار ثلاثي، بس مش بالدرجه اللي انت بتقولي عليها دي. احنا هنا موجود عندي العاملين بتوعي، العدد بتاعي اهوت 2، ما عنديش واحد. طيب هحلل ايه دلوقتي؟ هقول لك دلوقتي بنعمل مقص زي ده بالظبط، وبحلل الاتنين دي عباره عن كام في كام. برافو عليكم، هي 2 عدد اول، يبقى 2 في 1، يبقى كوسين الاول 2 وهنا 1، وسين تربيع سين في سين زي ما كنا بنعمل في الصوره البسيطه اللي هي لما يكون المعامل عندي بواحد. وبرده بنحلل اخر عدد اللي هو ال 15. طب ال 15 يا مستر دلوقتي بكام في كام؟ انا عندي 1 في 15 و3 في 15، هاخد اني واحد فيهم؟ مع الاخذ في الاعتبار ان انا عندي حد اوسط قيمته سالب 13. الاشاره دي احنا قلنا بتمثل لي حاجتين، برافو عليكم. اول ما بشوف ان الاشاره عندي هنا موجبه، يبقى اشاره القوسين زي بعض بالظبط بنفس اشاره الحد الاوسط اللي هو السالب. طب ال 15 كام في كام؟ قلنا 3 في 5. طب ممكن احط 5 في 3، بس نشوف دلوقتي، بحيث ان حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين هيساوي الحد الاوسط. اضرب لي كده 3 في 5 2 في 5 عند الطرفين بكام؟ ب 10. طب ال 3 في س ب س، سالب في سالب هنا، يبقى سالب 10 وسالب 3 سالب 13، يبقى القوس الاولاني بتاعي 2 س ناقص 3 والقوس الثاني س ناقص 5. نيجي للتانية يا مس، 15 ألف تربيع ناقص 19 زائد 6. وقلنا قبل كده إن أنا عايزة أحلل، يا إما الأول أحلل أرتب لو مترتب عندي، لو مش مترتب تاني حاجة أخرج العامل المشترك إن وجد. ما عنديش هنا عامل مشترك بين ال 15 وال 19 وال 6، فبحلل أول عامل اللي هي ال 15 وآخر عامل اللي هي الستة، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأوسط سالب 19. قوسين زي بعض، الإشارتين يا مس هيبقوا سالبين لأن الإشارة عندي هنا إيه؟ برافو عليكم، موجبة. ال 15 دي 5 في 3، طب والألف تربيع ألف في ألف، ده أول حد أهو تحلل. طب الستة 2 في 3، طب ممكن أقول 3 في 2 ونشوف كده ونجرب، بحيث إن حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين يديني كام؟ سالب 19. 5 في 3 في 2 ب 10 بالسالب، و2 في 3 بكام؟ ب 6. 3 في 2 3 في 3 بكام؟ ب 9. يبقى 10 و9 كام؟ 19. وحاول يا ولاد أجرب برضو لو ما جبتهاش من أول مرة صح، لأن كده كده لازم الناتج بتاعي حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين يساوي الحد الأوسط اللي هي سالب 19. نشوف اللي بعد كده، 5 أ تربيع زائد 6 أ ناقص 27، في عندي عامل مشترك؟ لا مفيش، يبقى نحلل. الخمسة أولي عدد أولي، يبقى 5 في 1، أ تربيع أ في أ. طب الإشارة هنا إيه؟ أقف بقى شوية، الإشارة دي هتغير لي حاجات كتير لأن هنا الفرق بينهم 6. طب بعد كده لو قلت 6 بكام؟ طب أنا عايزة دلوقتي يا ولاد، لو أنا عايزة، لو لاحظنا عندي هنا إن أنا عندي ان ال 27 لو حللتها تبقى 3 في 9 او 9 في 3. طب يا مس ايه اللي بيحكمني هنا؟ الاشاره يا ولاد، الاشاره السالبه دي معناها ان الفرق عندي هيديني موجب 6. الفرق من ايه بقى؟ الفرق من حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين، يعني ال 5 في 3 هتاخد الاشاره الكبيره اهي. بصوا كده، ال 5 في 3 بكام؟ ب 15. طيب التلاتة التسعة في واحد بكام؟ بتسعة، الفرق بينهم كام؟ موجب 6.
يبقى مش الكبير هو اللي بياخد شكل الحد الاوسط زي ما كنا بنقول هناك في الصورة البسيطة اللي هي لما يكون المعامل عندي بواحد، كنا بنقول الكبير عندي بياخد الحد الاوسط. طب الكبير عندي اهو التسعة واخده مو سالب ليه؟ هقولك لان انا باخد الكبير بناتج الضرب الطرفين والوسطين، الطرفين 3 في 5 ب 15 هي القيمة الموجبة، والوسطين سالب 9 في 1 ب 9 الفرق بينهم يديني كام؟ 6. يبقى القوس الاول 5 ألف ناقص 9 والقوس الثاني ألف زائد 3. نيجي للسؤال الرابع، بيقول لي 2 س تربيع زائد س ناقص 3. قلت لكم قبل كده ركز الاول لو في عامل خرجه، ما فيش عامل حلل على طول. هحلل الاثنين اللي هي 2 في 1 وس تربيع س في س، 2 في 1 وس في س، او القوس الاول والقوس الثاني. طب هنا 21 هي 3 في 7. طب الإشارة دي واحدة سالب والتانية موجب، مين ياخد الأكبر؟ مين ياخد الإشارة بتاع الحد الأوسط اللي هو مين؟ حاصل ضرب الطرفين 2 في 3 ب 6، حاصل ضرب الوسطين، حاصل ضرب الوسطين اهي 7 في 1، 2 في 3 ب 6 بالسالب، 7 في 1 ب 7 بالموجب الفرق بينهم 1. يبقى القوس الاول 2 س زائد 7 والقوس الثاني س ناقص 3. نيجي للسؤال اللي بعد كده، احنا حلينا زيه فوق، هو متكرر معايا. السؤال الخامس نفس فكره السؤال الثاني. طيب هنا 10 س تربيع ناقص 34 زائد 28. اعتقد يا اولاد هنا ان انا ممكن ابسط، صح؟ مش ممكن ابسط على الاثنين؟ اه عامل مشترك، خدوا بره الاثنين اهو، ويبقى 10 على 2 فيها الخمسه 34، 17، 28 على 2 يديني 14، واقدر احلل ده مقدار ثلاثي. 5 هي 5 في 1 وس تربيع وس في س، ال 14 2 في 7، واجرب 2 في 7 لو قلت هنا 7 وهنا الاثنين، 2 في 5 ب 10 و7 في 1 ب 7 مجموعهم يديني 17، ان الاشاره هنا ايه؟ اشاره موجبه. عندي تمارين اهي يا اولاد، التمارين دي هتبقى ان شاء الله الواجب بتاعنا بتاعه الدرس الاولاني بتاعي، والافكار عندي افكار سهله وبسيطه. اهم حاجه عندي اشوف العامل المشترك، موجود عندي عامل مشترك ولا لا. اي سؤال من دولت لازم ابص عليه الاول، رتيب مرتب ترتيب تنازلي على حسب الاسس. طيب في عامل مشترك اخرجه، طيب بعد كده حلل على الشكل اللي قلناه شكل المقص ده. ممكن لو لو جينا هنا مثلا لاي فكره من السؤال، وليكن السؤال اللي هو رقم 10، لو عملت المقص بتاعتي بتاعي اهو وحطيت فيه السين س في س والستة 2 في 3، طب وهنا يا مس الستة التانية 2 في 3 أو 3 في 2، الإشارة هنا سالبة، يبقى لازم يكون حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين الفرق بينهم يديني كام؟ سالب 5، هيديني سالب إيه؟ سالب 5. عندي هنا سنة تانية بعض أنواع الأسئلة، هي هناخد منها دلوقتي بعض منها، والباقي ان شاء الله هيكون واجب، بس ركز معايا دلوقتي. اول سؤال وليكن هنا رقم 3، بيقول لي معايا 3 س تربيع ناقص 17 س زائد 10. لو انا عملت المقص بتاعي يا ولاد هيبقى 3 س في س زي دي كده، هنا 3 س في س. طب والناحيه الثانيه يا مس، انا بحلل يا مس دلوقتي ال 10 هيبقى كام في كام؟ هيبقى 2 في 5، يبقى 3 س في س 2 في 5، يبقى القوسين بتاعتي 3 س ناقص 2 وس ناقص 5. ليه الاثنين بالسالب؟ عشان الاشاره دي اشاره ايه؟ موجبه. يبقى القوس الاولاني 3 س ناقص 2 والقوس الثاني س ناقص 5، ولو جربت كده حاصل ضرب الطرفين هيديني سالب 15 س، حاصل ضرب الوسطين هيديني سالب 2 س، لو جمعت هيديني 17 س اللي هو الحد الايه؟ الحد الاوسط. ماشي؟ طيب بص معايا كده، بص معايا هنا السؤال اللي بعده اللي هو رقم 4، بيقول لي 5 س تربيع ناقص 14 س زائد 8. هنحلل الخمسه، هحدد عدد اولي الخمسه في 1، 5 و 1 هنا، لو هنا 5 س وهنا س. طيب
التمانية هيبقوا كام في كام؟ هيبقى أربعة في اتنين. طب ليه مس مش اتنين في أربعة؟ لأن لو ضربت اتنين في خمسة بعشرة أو سالب عشرة، إن الكوسين هياخدوا نفس شرط الحد الأوسط اللي هي السالب، والكوس التاني هيبقى س ناقص اتنين هيبقى خمسة س ناقص اتنين، خمسة س ناقص أربعة الكوس الأول، والكوس التاني س ناقص اتنين. حاصل ضرب الطرفين سالب عشرة، حاصل ضرب الوسطين سالب أربعة، لو جمعناهم هيديني سالب أربعتاشر. يبقى الكوس الأولاني خمسة س ناقص أربعة، والكوس التاني س ناقص اتنين. السؤال رقم ستة، احنا بناخد أنواع من الأسئلة. اتنين س تربيع زائد سبعة س ناقص خمستاشر هيديني هنا اتنين، اتنين في واحد، الاتنين دي اتنين في واحد، اتنين س في واحد س. طيب والخمستاشر هتبقى كام في كام؟ تلاتة في خمسة. طيب الإشارات يا مس، يبقى اتنين س زائد تلاتة الكوس التاني س ناقص خمسة، الإشارة عندي هنا سالب يا ولاد، يبقى حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوسطين الفرق بينهم يديني سالب موجب سبعة، يبقى اتنين س زائد تلاتة في س ناقص خمسة. اتنين س، اتنين س اهي زائد تلاتة، اتنين س الكوس الاولاني والكوس التاني ماشي، اتنين س اتنين في خمسة بعشرة شيل منهم تلاتة، يبقى اتنين س ناقص تلاتة وس زائد كام؟ زائد خمسة. يبقى اتنين س زائد تلاتة في س زائد ناقص تلاتة في س زائد خمسة. دي رقم ستة، القوس الأولاني اتنين س ناقص تلاتة، والقوس التاني س زائد خمسة، عشان لو ضربت اتنين في خمسة بعشرة موجب، وواحد في تلاتة واحد في سالب تلاتة بسالب تلاتة الفرق بينهم يديني سبعة. طب السؤال رقم تمانية بيقول لي ايه؟ خمسة س تربيع ناقص اتنين س ناقص تلاتة، الخمسة عدد أولي يبقى خمسة في واحد، خمسة س في س، والتلاتة هيبقى واحد في تلاتة. لو ضربت حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوسطين لو جمعناهم هيديني سالب اتنين، هيبقى خمسة س زائد تلاتة في س ناقص واحد. خمسة س زائد تلاتة في س زائد واحد، عشان الخمسة في سالب الخمسة في سالب واحد بسالب خمسة، وتلاتة في واحد بتلاتة لو جمعناهم يديني سالب اتنين اللي هي الحد الايه؟ الأوسط بتاعي اللي هو السؤال رقم تمانية. نيجي للسؤال رقم تلاتاشر. السؤال رقم 13 عندي ماشي يا اولاد، لو خدنا السؤال رقم 13 بيقول لي ايه؟ المعامل عندي هنا 3، المعامل عندي وهنا والعدد احد مطلق عندي 10، هحل ال 3 بمنه عدد اولي يبقى 3 س في 1 س، وال 10 يا 5 في 2 يا 2 في 5. الاشاره عندي هنا موجبها بتريحني، يبقى الاثنين ياخدوا اشاره سالبه نفس اشاره الحد الاوسط، هيبقى القوس الاولاني 3 س ناقص 5 والقوس الثاني س ناقص 2، لان لو جمعت 2 س 2 في 3 2 في سالب 2 3 في سالب 2 بسالب 6 و1 في سالب 5 بسالب 5 لو جمعناهم اديني سالب 11، يبقى ده الحد الاوسط بتاعي. نيجي للسؤال رقم 16. احنا بناخد اسئله متنوعه علشان ايه؟ يبقى خدنا كل الافكار بتاعتنا اهي. ما عنديش يا اولاد عامل مشترك، هحل على طول س في س، وال3 3 في 1، وال8 يا 2 في 4 يا 4 في 2. الاشاره عندي سالبه يا مس، يبقى اخد اشارتين مختلفين. حاصل ضرب الحد الطرفين والوسطين لو جمعناهم يديني 10، يبقى 3 في موجب 4 يديني، و2 في سالب 2 و س في 1 في 2 بس في 2 بالسالب يديني 12 ناقص 2 يديني 10، يبقى الحد القوس الاولاني 3 س ناقص 2 والقوس الثاني س زائد 4، يبقى 3 س زائد 2 والقوس الثاني س زائد كام؟ زائد 4. نيجي للسؤال رقم 19 برضو، التلاتة اهي 3 في 1 يبقى 3 س في س، وال 32 هتبقى كام؟ 8 في 4. برافو عليك. طب والاشارات؟
احنا قلنا 3 في 4 ب 12 بالموجب، خد منها 8 بالسالب، يتبقى معايا كام؟ 4. يبقى الإشارة سالبة مين؟ 8. يبقى 3 س ناقص 4 ده قوس أول، وسين زائد 3 س ناقص 8 قوس أول، وسين زائد 4 قوس تاني. يبقى 3 س ناقص 8 القوس الأولاني، القوس التاني س زائد 4. يبقى احنا كده يا ولاد خدنا الأفكار بتاعتنا اللي هي شاملة درس اللي هو ازاي أحلل مقدار ثلاثي غير بسيط المعامل بتاعه لا يساوي الواحد. طبعا الاجزاء اللي احنا خدناها، احنا خدنا دلوقتي السؤال رقم 2 متكرر معايا خدناه قبل كده، وتلاتة واربعة، وخدنا كمان 6، وخدنا 8، وخدنا 13، و16، و19. بقيت الأسئلة اللي ما اتحلتش دي إن شاء الله هتكون واجب، وهستنى الإجابات بتاعتكم إن شاء الله تجاوبوها وتجوبها وترسلها لي إن شاء الله على الجروب بتاعنا، وانتظروني إن شاء الله في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله أشوفكم على خير يا سنة تانية.